بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الأول الابتدائي بمدرسة دار الثقافة الأهلية، أهلا وسهلا بكم في الدرس الثاني من الوحدة الثانية فقه. عنوان الدرس رحمته. نقتدي بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رحمته، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه يضرب خادمه، فقال له صلى الله عليه وسلم: اعلم أن الله أقدر منك على هذا الغلام. وكان صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة إذا سمع بكاء طفل رحمة بالطفل وأمه. وكان صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة إذا سمع بكاء طفل رحمة بالطفل وأمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. التقويم. أختار التصرف الصحيح في الحالة الآتية: إذا وجدت محفظة ساقطة على الأرض في المدرسة، فإنني أسلمها لمدير المدرسة أو المرشد، ولا آخذها لأبحث عن صاحبها، ولا أضعها في جيبي ولا أخبر أحدا. طبعا يا أبنائي، هناخد الصورة الأولانية اللي هي المبتسم، أسلمها لمدير المدرسة أو المرشد، وناخد الصورة الثانية، آخذها لأبحث عن صاحبها، وهنا عند المبتسم. الأخيرة أضعها في جيبي ولا أخبر أحدا. هذا سلوك خاطئ في الغضبان أو اللي زعلان أو الغير مبتسم. النشاط الثاني: ألون الدائرة التي تحوي الصفة التي تدل عليها القصة الآتية. سمع النبي صلى الله عليه وسلم أما تقول لابنها الصغير: يا عبد الله، تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا. فقال: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. احنا عايزين يا أبنائي نلون الدائرة التي تحوي الصفة التي تدل عليها القصة الآتية. مين يا أبنائي يختار؟ هنختار الرحمة، ولا نختار الأمانة، ولا نختار الصدق؟ بارك الله فيكم، هنختار الصدق. النشاط الثالث: أذكر كيف أطبق الرحمة بيني وبين زملائي في الفصل. مين البطل يقول لي كيف يطبق الرحمة بينه وبين زملائه في الفصل؟ من البطل يقول لي: إذا وجدت زميلي بحاجة إلى مساعدته أبادر في مساعدته. شيء طيب. أتعامل مع زملائي برفق وعدم التعرض لهم بالأذى. هذه من صور الرحمة. إذا وجدت أحد زملائي اعتدى على آخر، ماذا أفعل؟ أحثه وأنصحه بالرحمة. كل هذه صور تدل على الرحمة بين الأبناء. النشاط الرابع: ألون حروف الصدق الموجودة في اللوحة الآتية. عايزين نلون حروف كلمة الصدق الموجودة في اللوحة الآتية. طبعا عندنا الألف الأولاني هنلونه، اللام، الحرف الصاد، حرف الدال في الصف الثاني، حرف الايه؟ القاف، وحرف الالف الصدق، حرف الالف، حرف اللام، حرف الصاد، حرف الايه؟ الدال، حرف القاف. بارك الله فيكم، والى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.